يا ذا يلا عادي عادي وي شرابال تو حضرموت من زمان كنت أحلم مسافر وأشوف العالم بس ما وجد فرصة أسافر خارج اليمن فقررت مع أصحابي اللي شاركونا حب السفر إنه نبدأ في الوطن رحلة رحلة ما كناش نعرف حجم تأثيرها على بقية حياتنا الحمد لله بمساعدة صديق من أهل شبام حصلنا مكان نقدر ننام فيه به وأول ما وصلنا قدلنا بالشنط وما درينا إلا نحن في اليوم الثاني بعد 16 ساعة من السفر الشاق أخيراً وصلنا إلى أول وقفة في رحلتنا وهي مدينة شبام الآن نحن مستعدين للنوم في أحد مباني هذه المدينة واللي تعتبر أول ناطحة سحاب في العالم وننتظر إن شاء الله الصباح يكون مليء بالمفاجآت إن شاء الله رؤيتك لمباني من الطين حازت على لقب أقدم ناطحة سحاب في العالم كأنه يرجع 500 سنة للماضي غروب الشمس التقينا مرة ثانية مع صديقنا اللي وفر لنا مكان النوم في أول يوم ودعانا إحنا إلى سهرات زفاف استوت في شبام فبدون تردد وافقنا Thank you.
في اليوم الثاني كانت في قفزاء الشعملة، لكن أول ما هبط على الأرض حسيت بألم في كتفي. طبعاً إحنا جينا نتمرن هنا ورجع كان ما فيش حياة، المكان رجع كله حياة وزي ما أنتم شايفين. دائماً ما نكتسب الصغار جدد عن طريق الباركور، لأنه رغبتهم عشان يعرفوا سبب قيامنا بدي الحركات يتولد بداخلتهم، فيحاولوا أنهم يعرفوا السبب، وأول ما يعرفوا يقدوه شيء رائع بطريقة لهمهم. قمت من النوم على صوت صياح، أجي أشوف عبود حصلته يصيح، فاضطرنا أنا أخذه ونوديه المستشفى، بس للأسف ما كانش الدكتور موجود. فهنا اضطرينا نروح لمدينة سيئون. وهناك اتضح أنه عبود كان يعاني من ترسبات في الكلية، بس الحمد لله أنه الأمر ما كان خطير. ثلاثة لا بالليل. بينما كانت نتيجة ألم عبود سليمة، إلا أن كتف محمد سامي أصيب بتمزق. كانت لحظة جعلت الجميع مستاء، وبسبب ذلك كان ممكن نلغي بقية الرحلة ونرجع عدن. بعد الأمور المحبطة من ألم عبود إلى إصابة كتف محمد، حاولنا نبتعد عن الأشياء السلبية علشان ما تأثرش على معنوياتنا في باقي الرحلة. فكان علينا نوقف طريقة تبعد تفكيرنا عنها، وهنا محمد اقترح أنه نطلع قبل. من أول يوم وصلت شبام كان عندي رغبة أن أنا أستكشف جبال شبام اللي تشد انتباهك بقممها المستوية. اختيارك لطلوع جبل ما تعرف عنه شيء، أو حتى كيف توصل له، أو كم بيستغرق وقت عشان توصل، يخليك متوتر شوية، وبنفس الوقت يحمسك للمغامرة، لأن أساس الرحلة هو خروج عن المألوف. رؤيتك لأقدم ناطحة سحاب في العالم من فوق الجبل، شعور ما بقدر أوصفه بكلمات، كل ما أقدر أقوله إنها كانت أفضل طريقة نودع فيها شبام. بعد مرور 3 أيام في شبام، كانت المحطة الثانية هي لهجرين.
إلى الآن أعتبر الهجرين من أفضل المواقع اللي مارسنا فيها الباركور، يعني من تضاريس الهجرين من المرتفعات الصخرية، كأنه صالة وجدت خصيصاً للباركور. ما كنا نتوقع ممرات المدينة تكون ضيقة بهذا الشكل، يعني كان الطريق متعب والوقت متأخر. يا جماعة غلط والله. بس الحمد لله حصلنا رجال من مدينة الهجرين ووفر لنا مكان نقضي فيه بالليلة. كيف الطريق؟ بس 6 برجلين. كيف الطريق؟ 6 برجلين. امتحان وزاري الطريق. ثم جانا زلبي زوما رازوي الدرد سرو مالن بايون اندي زلبي يولم وصولنا إلى قرية لاد الماء، كنا أشخاص غريبين من أهل القرية،
بس ما تفاجئناش ان الحاج سعد يعزمنا احنا الغداء في بيته. ده الشيء مش غريب عن اهل حضرموت، يعني في اي منطقه نزورها بحضرموت نعيش بصدق المعنى الحقيقي للكرم. ما تشعر انك انسان غريب، بل العكس كانك انسان عايش معاهم طول حياته. خلاص يقول لك واحد حضروا طبعا نحن جالسين الان بشاليهات زي ما تشوفوا، بشاليهات بقشان، و المكان هنا مكلف جدا، بس لما جينا لهم يعني وقالوا لهم نحن فريق رياضي وهكذا جابوا لنا حال مكان. هذا المكان اللي انتم تشوفونه جماله، شوفوا احنا فين جالسين. شوفوا روعة المنظر ده عشان تحسوا باللي انا حاسس به. ايش ده المكان؟ قمة الرفاهية لما عرفنا بوجود مسبح مطل على منظر حيد الجزيرة، يعني كانت من أفضل التجارب اللي مريت بها بحياتي كلها. بعد أفضل التجارب في حيد الجزيل، كانت العودة إلى الصحراء ضرورية. كل تعب وإرهاق مرينا فيه بالرحلة اختفى مع أول ظهور للشمس من قمة عقبة عبد الله غريب. عندك سراب البول ولا؟ ها؟ شو من فوائد النوم في العراء إنك تصحى على منظر
يفتح روحك وعقلك عشان تتفكر في خلق الله، فيبعد عنك الهموم ويبعد أي شيء ثاني يمكن يضايقك، فيجعلك تعيش اللحظة بثوانيها بدون ما تفكر لا مستقبل ولا ماضي. مستحيل نسافر لحضرموت وما نزورش المكلا، لذلك هي كانت المحطة الثانية. مجموعة من الشباب كانت تشتي ترجع عدن باعتقادها انه قضينا الوقت المحدد للرحلة، بس المجموعة الثانية كانت تشتي تواصل الطريق. بعد نص ساعة وجدنا نفسنا احنا بالطريق الى محمية حور.
بداك الطريق حصلنا نفرين على دراجة نارية والاثنين حاملين سلاح متوجهين لعندنا. على فكرة قلطانين نقول لهم انه ما سمحنا سلاح. يمكن هم يكونوا والله يمكن يكونوا هم. هنا اعتقدنا خلاص انه الان بننسرق وهذول الاشخاص هم قطاع طرق ويمكن الموت هو المحطة التالية. كل الطرق ما طلعوا طرق. طيب تمام الحمد لله انهم كانوا يسووا تحذيرنا، مع ذلك بدنا مشكلة أخرى انه ذا الطريق موقع مفضل لقطاع الطرق. والله انهم رجال رجعنا. ايش حصل؟ ملك علينا خلاص. ايش المكان فيه بو؟ قطاع الطرق. يلا سلام عليك. تعرف اذا هم قطاع طرق ولا هم امن؟ المكان مشهور انه في يكون قطاع طرق، بس الحمد لله حصلنا 3 أشخاص من المدينه وكان معهم قطع سلاح. صح ولا لا يا سطح؟ قطعتين سلاح معهم؟ قطعتين سلاح. اضافه لاحتمال وجود قطاع طرق، كان الطريق حالته حاله، فصعب علينا قطعه وعددنا كامل موجود داخل الباص. فعشان كذا قررنا نخفف الوزن ومجموعه مننا نزلت تمشي على الغدا. مرت ساعه ونحن نمشي على الطريق واخيرا شفنا الاسفلت، فمباشره طلعنا الباص ووصلنا الطريق. بسبب كثرة الضباب وعدم رؤية الطريق اضطرينا نتوقف ونراجع لما الصباح عشان نواصل الطريق. الازدحام في المدن وكثرة الناس والمباني والحياة بينهم يجعلك تعيش روتين، تمر الأيام بدون ما تدرك أنت كيف بتقضيها وكيف كان ممكن تقضيها. ذلك حف كانت مهمة لنا ويمكن أفضل قرار عشوائي اتخذناه بالرحلة. رؤيتنا لكل المناظر الطبيعية اللي غطيها الضباب أعطى إحساس ما بنقدر نشعر فيه بو أبداً إذا ضلينا في عدن وما سافرناش لمحمية حوف. الضباب هو الذي يميز محمية حوف، عشان كده سموها بالمدينة الضبابية اللي يغطي مساحات كبيرة فيها لدرجة عيقك عن رؤية ما هو أمامك. الهدف الرئيسي من طريقة سفرنا هو الخروج عن المألوف،
عشان تصنع ذكريات وتبقى معك لبقية حياتك. طريقة السفر هذه تمنحك حرية واستقلالية مستحيل تجدها بأي طريقة أخرى. هي فرصة إنك تصحى من النوم وتقضي اليوم من بدايته إلى نهايته مع أعز أصدقائك وتعيش أفضل اللحظات معهم. ما تحتاج كمية كبيرة من المال عشان تعيش تجربة مثل هذه. المهم هو الوقت، لأنه ممكن يكون عندك الكثير من المال بالمقابل قليل من الوقت، فما تقدر تسافر لأنه كلما تقدمت في السن كلما كثرت عليك المهام فتأخذ عليك وقتك. ليش تنتظر؟ سافر.